Liksom Asien. Så länge jag väntar. تم إبلاغ المحكمة العسكرية في مدينة إعزاز عن وجود مستودع ذخيرة في منطقة نائية في مزرعة حوالي مدينة إعزاز، وهذا المستودع حسب البلاغ واللي وجه إلينا أنه يتم بيع منه ذخيرة عبر صهاريج مازوت تتجه إلى مناطق مشبوهة. عليه قمنا بمداهمة المزرعة فوجدنا كميات من الذخيرة كبيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على تكليف من رئاسة المحكمة المركزية في مدينة إعزاز، تم توجيهنا لضبط مداهمة مزرعة في مدينة إعزاز، والحمد لله تمت مداهمة المزرعة بشكل جيد ونجحت العملية الحمد لله، وتم ضبط كميات هائلة من الذخيرة في المزرعة، وسيتم إحالتها للقضاء. شوف هدول تاني حطوا.